الاستعداد الآن الانطلاق سيداتي أنساتي سادتي للشوط الثالث للخيل مواجنة الأصيلة درجة مبتدئة مسافة 1400 متر بمشاركة كبيرة تضم 16 مهرا من مهور هذه المسافة للخيل المهجنة الأصيلة. هنا بالفعل انطلاقة قوية تأتي نابون فيانغ لماركو مونتيرسو ولدينا بايرون غولا وكذلك بريش بريسوت ومنافسة قوية على المقدمة لغاية الآن مانو مانيجيس لأسامة عمر اسماعيل الدفاع بقيادة سيدريك سيشون. هناك في المقدمة نعم مع هذا الدوران الجميل ومع هذا الطقس العليل يأتي بلوريس روك لأبناء سالم فدغام الهاجري في المنافسة كذلك وبقوة كبيرة جدا. بينما هنا دخول من جانب رجم السيد مبارك عبد العزيز مبارك الماضيد هنا دخول قوي الآن مع هذه الأمتار الأخيرة. المنافسة باتت واضحة ومشتدة على أكملها. الوجيه لأبناء دكتور فهد بن عبد الله العطية هنا منافسة قوية هنا الدخول القوي الآن بون فياك يتقدموا جميعا بون فياك يدفع بقوة بون فياك نعم صاحب المركز الأول لماركو مونتيرسو فارسا برافو يا ماركو مونتيرسو. بينما في المركز الثاني حلمان أومنيجست من المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع المدرب المهندس أسامة الدفع والخيال سيدريك سيجون بالرقم أو المركز الثالث ترافال لسيد أحمد حسن المالكي لجيني حمد لجيني مدربا وليام لي فارسا. وفي المركز الرابع حل الوجيه للسادة ابن دكتور فهد بن عبد الله العطية جسم الغزالي مدرب هاري بنتلي فارسا. فيما في المركز الخامس أتلانتيكسي للسادة مربط إنجاز جاسم الغزالي مدرب استيفان لجاج فارسا. على أمل لقاء بكم في الشوط القادم. إلى ذلك الحين تقبلوا أجمل التحايا.